السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وموعد يتجدد معكم وبرنامجكم ملك وكتابة، حلقة الاثنين التي تحمل الرقم 690. يغيب عنا فيها اليوم المهندس عادل القيعي لظرف خاص، إن شاء الله يبقى معانا في الأسبوع اللي جاي وبيبلغكم تحياته وكل التهاني الحقيقة ببلوغ الدور النهائي عن جدارة كاملة في دوري الأبطال.